العالم يتغير هو عنوان مهرجان سينما الأطفال في دورته 21، والذي تم افتتاحه بحضور وزير الثقافة دكتور شاكر عبد الحميد في دورة أهديت إلى أرواح شهداء ثورة 25 يناير. أعتقد إن شاء الله يكون مهرجان ناجح بنحتفي فيه يعني بالأطفال، بالفن، بالسينما، بالمستقبل، بمصر الجميلة الخالدة. العالم بيتغير وإحنا بنتغير، بس بنتغير للأفضل وللأحسن ونحو مزيد من الثقة والأمن والأمان لبلدنا والأطفالنا ولكل شعبنا إن شاء الله. هو النهاردة الدورة 21 من هذا المهرجان، وأنا رأيي إن هي لو حتى 500 فهي دورة للأطفال لا يكبرون ويتجددون، وهذا هو الوطن الحقيقي اللي فيه أطفال بتتجدد. لازم زي ما في أطفال بتتجدد كمان لازم الفن بتاع الأطفال يتجدد، ولازم رؤيتنا ليهم تتجدد، ولازم اهتمامنا بيهم يتجدد ويزيد دائما، مش يتجدد إلى الخلف. في حاجة برضو اسمها تجدد للخلف، لكن احنا عايزين دايما لأنهم الأطفال ولأنهم المشروع القومي والثقافي الحقيقي والحضاري لأي أمة، عايزين الأطفال يعني يبقى لهم الاهتمام الأول. أنا أعتقد إن هتحصل ثورة قادمة في السينما بشكل عام، وخاصة في التكنيك وفي التقنية الحديثة، وده هيفيد جدا سينما الطفل، لأن سينما الطفل حاليا الخيال فيها واسع جدا، والجرافيك ليه عامل كبير جدا في نجاح الفيلم. أعتقد إن الفترة القادمة الناس كلها يعني في منتجين، وأنا سمعت الكلام ده، هتستورد أجهزة معينة علشان الجرافيك وعلشان الخدع. أعتقد كل ده هيفيد في سينما الطفل القادمة إن شاء الله. طبعا هو اللي بيميز دورة هذا المهرجان عدد الأفلام الكبير جدا اللي وصل حوالي 350 فيلم من 52 دولة، ويمكن ده سببه أنه دورة العام الماضي 2011 ألغيت، لأنه كان ميعاد المهرجان بعد قيام ثورة 25 يناير العظيمة يعني. والحقيقة برضو يمكن بيميز الدورة السنة دي أن عدد من الدول الإفريقية لأول مرة بتشترك في مهرجان دولي لسينما الأطفال، اشتركت برسوم أفلام رسوم متحركة ثلاث دول إفريقية. وكمان السنة دي كثير من الأفلام المتميزة جاية من دول نامية زي مصر. 121 فيلم يمثلون أكثر من 62 دولة عربية وأجنبية يقدمون نتاجاتهم السينمائية بالمشاركة مع أفلام مصرية تمثل العالم المتغير من وجهة نظر الكبار والأطفال معا. أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.